الو 54 تسمعني؟ نعم نعم معك 54 اسمعك. كيف الاوضاع عندك؟ الاوضاع تمام، كل شيء تحت السيطرة والامور مترتبة، منتظرين للاوامر. حلو جدا، احنا لا نريد ان نضيع الهدف وهذه فرصتنا ننتظر على الهدف في اسرع وقت. علم؟ علم علم. 21 اتسمعني؟ 21 معك معك. كيف الاوضاع عندك في الميسرة؟ الله الاوضاع تمام والاوضاع تحت السيطرة وبس منتظرين الأوامر. حلو جداً. 31 تسمعني؟ أسمعك سيدي. حلو جداً. أنت الآن أهم زاوية وأهم نقطة انطلاق بعد الجامعة عندك، علم؟ منتظرين الأوامر. 54 تسمعني؟ نعم نعم أسمعك. أيش الأفضل، نمشي من الميسرة أم من الميمنة أو نعمل نزول مظلي على الهدف؟ والله أنا أرى أن احنا نهجم من الميمنة والميسرة والقلب ونزول مظلي من أجل نقضي على الهدف، يعني قضاء مبرم، ما ننتيلش أي فرصة للتهرب. حلو جدا، إن شاء الله ربنا يوفقنا في هذا المعركة، وأتمنى من الجميع أخذ الحظة والانتباه ويكون على هبة الاستعداد، لأن الهدف واضح أنه صعب شوية، ولكن ربنا بيعيننا وننطلق انطلاقة واحدة وانتظروا الأوامر مني. علم؟ علم علم علم. هجوم 3 2 1. هجوم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله نصرك. جينا حجدام. 54 كيف الأوضاع عندك؟ معك معك. الأوضاع زي الفل، بس ما لح وخايف يرتفع لي الضغط، بس بنتحمل عشان الله ثباتك يا الله نصرك. بالنسبة ل 21 كيف الأوضاع عندك؟ 21 وفي عظام لكن بنتات عندنا، نحن ليش عالية؟ ما شاء الله سهل العظام، ما معركة الله بعظمي. ما شاء الله، إذا احتجتوا أي إمدادات، سحاوق، مرق، سلطات، أي حاجة بلغوا قيادة التحالف. 34 كيف الأوضاع عندك في الميمنة؟ والله إن يا سيدي إننا عامل رجيم، بس رجل الوطن راح أضحي. مش مشكلة، ضحي 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 بالرجيم الوطني، يستاهل ما هو أكثر. يا الله ثباتك.